مشاهدينا صحيتكم مرة أخرى. ضيوفنا يعني قامات في مجال الفن في الجزائر، يعني مغني والشعبي، شيوخنا حاضرين معنا وشرفونا اليوم بحضورهم، وفضلوا أنهم يكونوا في بلاطو تلفزيون النهار وما يكونوش مع عائلاتهم، يعني شرف لينا. عبد المجيد مسكود مرحبا بك معنا، شرفنا بحضورك وشرف لينا وصحة عيد. ليه؟ والله أخر يقول عيد صغير أنا. مرحبا بك عبد المجيد. أنا معروضين أو معروض معنا يا أخويا. مرحبا ايضا شيخنا تحبوه بزاف عبد القادر شاع، ومرحبا بك. هو اللي خلي عيد صغير. هو صحة عيدكم وكل عام وانتم بخير، أمة الإسلامية إن شاء الله والجزائريين كامل صغير وكبير إن شاء الله. شرفنا بحضورك شيخ. الله يعيشك. الشيخ أيضا تحبوه وتموتوا عليه أيضا، محمد العقاب مرحبا بك. الله يبارك في يمك إن شاء الله وعيدكم مبارك كل عام وانتم بخير. شرفنا بحضورك. مشاهدينا وضيف آخر يعني مايسترو هو في الكاميرا الخفية، مراد خان. تملو صحة عيدك يا صحة عيد الشعب الجزائري، ونقول لهم عيدكم مبارك كل عام وانتم بخير. شرفنا بحضورك. شكرا على الاستضافة هذه، سورتو حطيتني مع عمالقة الفن الجزائري ولي الشرف اني معهم. بارك الله فيك مراد. بداية حبيت نبدا معك شيخنا الكبير، يعني كيفاش يجوز الشيخ اجواء العيد؟ راك معايا انا يا شيخ. ليه ما حاب يدير لي كاميرا كاشية؟ لا اسمع، عندي واحد دوك 3 سنين وانا غايب. نعم غايب حقيقة. صح حقيقة. الور العيد راني نجوزو، راني نجوزو عيد، انا نديرو مجهودنا باش نجوزو عيد لاباس والحمد لله، والله غير لاباس الحمد لله الحمد لله، ومن بعد نعاودو نحكيو عليها ان شاء الله ان شاء الله. عبد القادر، الشيخ عبد القادر شاعو، احكي لنا يدبح الشيخ عبد القادر. قالوا لنا يا خويا بالك تسلخ. ما نسلخ ما يسلخوني. والو والو بالك يخير الكبش. لا 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 نعاون كما يعاونوا كامل، سي نورمال. ومن بعد الله يبارك يعني نروحوا نزوروا لا فامي كامل. صح صح. انا حبيت نسقسيك الشيخ عبد القادر شاعو، تروح تزور ولا تبعث ميساج؟ لا 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 ما نعرفش كان ندير لي ميساج هادو انا. نروح ولا نروح انا. الله يذكر روسي اخويا العزيز. كاين واحد يخلطها في العيد، مراد خان خويا. اوه يا رب. احكي لنا مراد. انا نشري، نعاون في الشريان. تخيل الكبش. مخير الكبش. كيفاش تعرف بلي كبش مليح زعما؟ والله غير نقول لك حاجه، وليدي شوقي اللي نحييه وقلت له صحة عيدكم ونزيد نقول له صحة عيدكم. يعني هو اللي بابا هدفني. تقول شوف تقول حياته كاع يبيع الغنم. واش نشري مي اللي يذبح وليدي هو اللي يذبح زكريا اللي نحييه. وانت تعاون بالك في السليخه. في السليخه نجيب لهم الباسينه والنخزر. ما نقدرش انا من باسكو شوي غوشي حاجه الاولى، وما نقدرش نذبح. ما نقدرش. ما عندكش قلبك. نو ماشي ما يعطينيش قلبي، جي جامي سيي ولا ما نقدرش نذبح. كانوا يذبحوا جيراني كذا، يعني وليدي دوك الى 30 طون زكريا، دونك هو اللي قال لي بابا قلت له تكل على ربي وليدي، سمي بسم الله وتكل على الله. نشوف كذا ما عنديش اشكال، بصح باش نذبح صدق الله العظيم بابا. جميل، نشوفوا الحاج محمد العقاب واش يدير في العيد؟ كنت نذبح انا ما نخبيش عليك، انا كنت نذبح. غير السليخ خاطين على كل حاجة بيحام صح. واش اللي هذوك ولادي ولادي تما نوردو اللي نحييهم في هذا العيد هذايا، انا نشري ونجيبهم وما يكملوا. جميل. مشاهدينا هذه الحلقه راح تكون شابه بزاف، ولكن قبل ما نروحوا لشيء اخر نروحوا لتقرير اعدوا الزميل رابح علاوه واسمى مزورو عن اهم ما يميز هذه الحلقه ونرجع. عوده مشاهدينا، يعني تقرير جميل. مراد وش رايك؟ انا قعدت بوش بي انا ما عرفتش واحد الفنان حاكم كبش مع نقو حاكموش وراح يدار معاه. ما عرفتوش شكون مجيد؟ ما عرفتوش انا ما عرفتوش هذاك الشيء. ولاش تعرفوا انت؟ انا ما عرفتوش حتى هو تعرفوا انت. المهم حاجه بالك يكون لي نو مي حاجه مليحه، يعني الفنانين حاجه مليحه. وان شاء الله كما اقول لك اللي ما ذبح هذا العام يذبح العام الجاي، واللي ذبح العام بصحه ولهنا ما من ما ذبح. فوالا فوالا. انا عندي سؤال لك شيخنا عبد المجيد مسكود، واش رايك بين العيد بين البارح بلكتوما بكري تشفاولو واليوم 2019؟ يا ما كان حتى فرق على كل حال.
ولكن كاين فرق، كاين شويه فرق، ولكن من زمان كانوا والدينا يذبحوا، كانوا والدينا يتلايموا، كانوا والدينا ورانا كيف رانا نسيروا سيره الوالدين دوك كيف صح نجيبوا نعرضوا ولادنا نجيبوا ولادنا اللي زود كي حالتنا نجيبوا ولادنا نجيبوا نشروا لهم الكبش يذبحوا الكبش وحنا وقسطونا حنا كيلعبوا مع الكبش قبل ما ينذبح. بالك بكري كانوا فيه عادات يديروا له الحنه ياكلوا من اليوم لليوم. صح نقصت الشيخ نقصت الزمن انقلب الزمن انقلب هذا ما كان، ولكن هي العاده مازالت هي مازالت العاده هي مازال نذبحوا مازال نديروا الحنه نديروا الخمسه لهنا صح. ما فهمتش حاجه ما فهمتش حاجه انا مجيد سامحني كلامك الكبير زيدوا في مثالك انا ما فهمتش حاجه واحده يقول لك الزمن تبدل بصح مازال كيف الزمن تبدل راديكالمون كان تلمت العائله اش بيك انت لمت العائله علاش انا قلت والله غير لو كان غير مازالنا فقراء اف 1 اف 2 كاع متلمين دوك اف 14 باش يتعشت ببيلو صح والله صدقني رانا في وقت مراد مان في اف 2 تلقاهم مع بعضهم ولكن يبعث لهم ميساج مو اف 2 ماشي يروح تعشى بصح ايماجيني اف 7 اف 6 ولا كل واحد في شومبرا بون بسم الله ما شاء الله مليح مي واش اللمه هذيك راحت المحاجيات راحوا انا مش عارف انا راحت السخانه الصهد 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 جا الصهد صح الشيخ عبد القادر وش رايك في هذا الموضوع؟ هو على كل حال شوف مازلنا الحمد لله اللي مازالوا الاعياد مازال رمضان مازال المولود مازال عاشوراء اللي مازالت ملي خلقتنا يعني خلقت الدنيا مازلنا هذه اللي ما تنحوش الحمد لله سون كابابل ديفيوهم ولا ما نعرف ايه بالك وهذه هي واللي كما قال لك يعني رانا في العيد وانا كاينه حاجه خويا مراد راك معايا معايا يا اخي على بالك نركب شوف اسمح لي على سي لا بروميير فوا يعني تلاقيت سيرتو مراد في التلفزيون عمري ما لقيتو تلاقيت عبد المجيد محمد ديالنا مي مراد سي لا بروميير فوا ندير هكذا في التلفزيون الله يبارك وفي العيد عيد الكبير صانو في بليزير وتفكرنا ايامات اللي جازو حاب تبكيني ولا كيف ما يا اخي عيد الكبير اليوم روح احكي له لا قلت لك يعني وانا نقول لك الصح يا خويا عبد المجيد بمراد لمحمد الكبش كينذبح انا ما نقدر ناكل والو في هذاك النهار خويا هاد الكبده هذه ما نقدر ما نسيبتيشيك كي جديد هكذا كنشوف حتى الغد من داك والله ناكل غير حوايج خفيفين فيها هكذا والله غير هكذا ايه ومن بعد نبداو هذا هذيك ايه ما تقولش هذيك صح احنا شنا مراد شنا من بعد نبداو هكذا بصح اللمه تاع العيد راحت صح راح مازالت على كاين وكاين وكاين شوفوا الدنيات دوك تفهموا دوك تفهموا دوك تفهموا جوامع الله يبارك مازال جوامع اركب 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 كي نقول واحد معناتها اغلبيه ما كاش بقات هذيك سينو خبات الدنيا وقليلا من عبادي الشكور كاين حاجه بيان سور سينو الرجال الا خلصوا الرجال ما كاش الدنيا ما كاش الدنيا بيان سور تبقى لما هذيك مي حاجه شي قليل الفرحه كاينه الدراري كاين احنا كنا نقطعوا الجيران باش تعمل مع الصراخه هذاك الجدور وهذاك الدور واش بيه حتى ولو انه شيخنا او شيوخنا اللي راهم حاضرين معنا نعرفوا بلي اليوم هذا العام العيد جا في الصيف يعني كيفاش انتم قدرتوا مع الحفلات نعرفوا انه كاين اعراس ايضا وحفلات كيف قدرتوا يعني تنسقوا في هذا الشيء لا بس يعني ما في الاعراس الحمد لله كثرتها يعني راه برا راه الحفلات انا نديروهم برا بس انا ما ضحكنيش مورا رانا سيريو هكذا اه وي يا ليالي ما الحفله رانا في الليالي اللي ماضت لنا عبد المجيد ما تفرج صحيت قلت لك يعني دوكا كاين رانا يديروا برا يعني اللي عندهم جناين الحمد لله ولكن في الصاله شويه على بالك ما بالكليماتيزور ما يكون الغاشي بزاف تحس السخان الشيخ محمد واش رايك تفضل يا في الحقيقه واش قالوا اخوان هنايا شوف لي كوتيم تاعنا ما تبدلوش احنا القدم مازال شادين في العادات والتقاليد ايه ما كان في التقاليد ونشقاو لحبابنا ولا يجونا يزورونا هي بزاف اللي نساو ماشي فايده الذبيحه بارك بصح هاي فيها في الصدقة صح على بالك يقولون احنا بكري هنايا يوم يذبح كبش قش مبدايا طرف رمي في الفريكو ولا في الجدار هي الاصل تاعها لا هو يقول لك يصح لك كتف وفخط
والباقي كاع صدق كاع إيه هذه راحت هذه خلاص هذه ما كاش بصح مازال مؤمنين مازال حنا نقدم الشيء الحمد لله مازال وربي كما خلق الدنيا كما ينحيها ما كانش نبي البشير سامحني يا شيخ نعم كاين حاجه ما يقولوا فيها على كل حال تبارك الله مي كاين حاجه نسيتوها ولا مانيش عارف انا مازال القديم مازال القديم والقديم هذاك ما يعلمش جديد ياخذوا صافي لا راحوا القدم تخلصوا التقاليد صح صح لا لهم ياخذوا فهمت قصدي يعني لازم ما توريلوش القديم يا ربي يا ربي ليكيب ناسيونال يلعب 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 واحد 30 سنه واحد 18 باش 30 باش 18 يرفد من 30 بصح بصح هذا هما لو كان لو علاش علاش قال لك كيت تلمو ولا مشيت كيش يقول لك انسى مشيتو نو يفو يفو ميو مانيش عارف ما جيت كاين الحباب كاين هذا يعلم ولادو ولادو يعلم جارو هذه صح صح يعني باش ما يروحوش يرجعوا ولادك انت كيما ولادك يشوفوا نعم ومن بعد صحابهم وهذاك هذا يوري لهذا هذه حبيت نقول تروح انت لازم توري لهم انت بقات في اسئله مين الحمد لله مازلنا الحمد لله لازم حنايا اطلق دوك خلي واحد اخر صح اعطيلو الشمعه كما يقول لك وخليه كاين في سليخه اللي جانا ما يعجبهمش الحال الشيخ يكونوا يسلخوا ما يخليهمش مام با يسيو خليه يتعلم باش بلي طار يتبدل ما يتبدلش رب العالمين العقليه اللي تبدل صح صح العقليه صح شيخنا انا حبيت نعرف حبيت عندي سؤال تحب دوار ولا بوزلوف؟ لا هذا لا هذا انا خاطيني الحمد تحب الكوتلات؟ لا 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 خاطيني الحمد والو انا جو سوي فيجيتاريان الله يبارك معناتها الكبش والو اللحم والو كاع شفتها غير الجلود هذاك يحب الهضوره يتكى عليها جميل استاذ عبد القادر شاعو يعني على بالي بلي الناس كاين بزاف راهم يشوفوا فينا يحبوا الشعبي انا ماذا بيا شيخنا ولا شيخنا ولا شيخنا تعطونا مقطع هكذا خفيف تحليو به القاعده استخبار حلو استخبار في المغرب ما جبناش لوطار لا لوطار يا ودي عندك كرزي بلا لوطار عباك واش نديرو شيخ هم مراد خان بصوتو ضربنا بالقيطار انا تاع دربوكا دربوكا دوك نسمعك انا يا شيخ شاعو سمعتو شيخ مسكود مي شيخ العقاب ما سمعتوش شفت هذا تسمع غير الكلام برك دوكا دوكا شوفوا انتم الشيخ العقاب واش رايك؟ ايه هي فاس لوط خاطر دوكا عبد القادر ما حبش الله يبارك مازال صوته شاد انا راني كونفاليسونس كونفاليسونس ربي يشفيك ان شاء الله مش نهضر انا كونفاليسونس واش الناس تخبر عبد القادر صح شيخ مسكود الناس بزاف عندهم بزاف ما سمعوش ما سمعوكش يعني هاو يغني هاو يغني ما عندك هاو يهرب في العين أو ينحي في العين خمس ثواني ست ثواني وراسك غير نسمع وراسك غير يسمعوك اليوم شوف بشراني شوف ربي الشافي ربي الشافي وزد ديالي كاع ميتة صح بصح الكرزي مازال الكرزي زعما مازال لا تنظر يا كريم القبايح فعلي ونظر لضعفي من ديك الحال درنا حوايج غير باش تيخبر انا اللي ندير انتوما اللي تخدموا ما ديروش انا اللي مريض خصن خصن برك انا نعرف انا نعطي الديبار انا هاو الديبار يا سيدي باش انت صحيت بصح دير روح للري على الري بلا مي يا ربي يا كريم يا نعم الفراغ يا حيل لا تنام لعفوك نراجي دخلت عليك بالنبي صاحب المعرفات أصحاب الكفال مثل انت هاجي فاجي يا ربي فاجي على عبادك فاجي ونقول لكم صح عيدكم إخواننا الجزائريين والأمة الإسلامية ما عنديش تقصيد انا هذا هذا قصد مسروق يا وليدي هذا مغول هذا مازال مازال خويا مجيد يا بابا راك غنيت معايا دوك شويه دبر راسك بيعت روحك بربر بيعت روحك يا منظر مع الحباب وفات عن يمات سرور اللي غابوا لبانوا جسمي من دلهو عدم والروح في النات
وعقبني زمان من فقدو ومحانو تبعته واخذ جميل جميل جميل, جميل جدا يعني صوت رائع وقام من قامات الفن في الجزائر. شيخ عبد المجيد مسكود انا مدابيا نسقسيك سؤال, يعني عرفنا انك كنت مريض شويه هكذا, انا حبيت نسقسيك اسكو كاين شويه بزاف. نعم صح. نعم للاسف يعني انا حبيت نسقسي الشيخ عبد المجيد, يعني احنا نتمنى لك الشفاء العاجل باذن الله. ما شاء الله يا رب. حبيت نسقسي عبد المجيد اسكو استاذ مجيد اسكو كاين من الوسط الفني اللي جوزارو مجيد؟ الحمد لله الحمد لله جاولينا صح. وحتى يعني انا حبيت نعرف ايضا حتى يعني بالك وزاره الثقافه هل سقسات على عبد المجيد مسكود؟ جاوني جاوني الثقافه جاوني الله يكثر خيرهم. لا جاوني جم. جاوني وسقساوني وجاوني بشفيك ان شاء الله المجيد جو جوله. لا لا جاوني الحمد لله هو ما عنده تصور صورني فوق البوق ما عادش يعطيهم لي. اه والله شفتها. وشنو ما نحبش حاجه انا واحد كي يروح يزور مثلا المريض ولا ما نحبش هذيك تاع السيلفي ويحط في فيسبوك نو يا ناس طلع على مريض طلع عليه لوجه الله حسنا تروح باش ما نمشي يعني الحمد لله والله الحمد لله مجيد الحمد لله. الشيخ شاعو والشيخ عبد المجيد الشيخ محمد حبيت نقول لكم برك بالامام مراد يغني صح. مجيد حب يدبحوني في الدار. لا دبحك شنو قصن وشن؟ ديال هذاك تاع العيد. بصح نديطو انا اكثر من هذاك يديطوني. لا لا هذيك هذيك اكثر منهم يديطوني. انا معك. اسلم اخويا. خلينا نهفوا شويه. العقاب. خويا ما تضحكش عليا انا معاك حتى ما معليش يوم العيد برك هيا روح هذه ساعه راح يجوز مورا درت لنا سسبانس هايا مورا. لا تنظر يا كريم القبايح فعلي لا تنظر يا كريم القبايح فعلي وانظر لضعفي من ضيق الحال ما صدق ضوء العدو هيا روح خطيني شفت قلت لك تضحك عليا قلت لك لا 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 ما مديت وسيت كيفاش يقولوا لهم نغليغات شابين بلا مزيت وسكارافي او راح على بالك هو عندك ما راح يغني خلاص شيخنا ما يخفالكمش انه مراد السمانه الجايه عنده مفاجاه انا مادابيا مشاهدينا ما نقولوش انا وشنو هي المفاجاه مادابيا هو يقول لنا المفاجاه مادابيا نعرفوا شنو هذه المفاجاه ماشي مفاجاه على كل حال سي مون برومي فيلم ان شاء الله راح يجوز لو 17 اوت ان شاء الله ان شاء الله السمانه الجايه ان شاء الله احنا استن فيلم سينما يكون مراد يكون مراد لو 17 اوت ان شاء الله ان شاء الله يا رب 18h30 في لاسال الجزائرية فوالا على كل حال جو ريميرسي توجور جو ريميرسي رئيس بلدية الجزائر الوسطى اللي عطاني يعني الإعانة وعطاني الدعم الكافي كامل ان شاء الله لو 17 اوت ان شاء الله 17 اه تجي ديريكت نورمال يخرج لك هو يخرج لك على بالك نجي للدار حتى نبيع للمرأة خالتي تقول لي اسكت خلي ما عندي ما ندير نحيوها المرأة تاعو بيان نحيوها ان شاء الله حتى مشاهدي الافاضل حتى عبد القادر الشاعو شيخنا عنده مفاجأة واش دخلنا عليها؟ هذا يا راني عندي واحد 15 سنة ما سجلتش يا هادية هادية اسمح لي قبل ما يقول هادية غنى فيها يا حجنجل يا مجنجل كي بدا هاي تفضل تفضل نعم الوحش جابني الوطني نعم هذه حاجة جديدة سبع غنيات جدد إن شاء الله اللي خواسيتو عند إيديسيون غوستو عند عمير روشي نسلموا عليه نقولوا صح عيدكم كامل الناس بجاية وان شاء الله راح يدوكي راح يدخل البيع صاي ان شاء الله هي بربح ان شاء الله يعطيك الصحه اخويا الحاج محمد العقاب امنيتك وشنو هي ان شاء الله هذا العام مازال ما غناش لازم يغني ما يهربش من الغناء غير كل حال عندي مده ما خدمتش انا يا كل حال العرسك شاف الله يبارك لك صح العرس تاع وليد عبد القادر انا ودي الدين الله يذكره بالخير ونحيي كروم كروم شحال عندي ما شفتوش توحشتو والله وهذا من هذاك العام مازال نسالك 5000 يا سي عبد المجيد يا باب سعد صرف لك اش صرف
هي راح تغني لنا شنو اليوم مقطع؟ اه وي سبيري ماك شو يوم باش نعطيك خبزه انا او لعب وضحك لا دير في قلبك غول ودم الرزق مولانا يتيم هذا اللي كان عرفني صغير ولد ما ايوه شكله شبق ريحانه بتاع المرش المرش تاع المرش هاي مرش الله يحفظك جميل نرجع لعبد المجيد مسكود ماذا بيا تقول لك امنيتك الوحيده وشنو هي؟ نعاود نبرا برك ان شاء الله يا ربي ان شاء الله يا ربي تبرا لي هذا الجهه اللي من هديه ان شاء الله ان شاء الله وتبرى لي رجلي ونوقف ان شاء الله يا ربي ان شاء الله يا ربي والله ونعاودوا نولوا وين كنا ان شاء الله يا ربي كيما كنا زمان بديت نولي على كل حال ولكن مازال مش فالك شيخنا يعني انا نقول لك شرفتنا بحضورك وسمح لنا كي عيناك على بالنا انه في نهار العيد وهو كان مريض شويه ومازالوا مريض يعني باش فالك وسمح لنا كي عيناك وراك معنا اليوم راكم سامح وما عيتوني وربي يحفظك وبارك الله فيك شرفنا بحضورك عطينا كلمه اخيره للشعب اللي يحبك ولكل الناس اللي راهي تشوف فيك بمناسبه العيد الكريم وكل المسلمين اللي راهم يشوفوا فيك نقول للامه المحمديه بصفه عامه ولولاد بلادي بصفه خاصه كل مصحح عيدكم عيدكم مبارك كل عام وانتم بخير في حياتكم وحياه الدراري كامل كما رانا وان شاء الله كل عام وحنا بخير ونجوزوا عيد شباب ويكون هو ونعاودوا نولوا التقاليد نتاعنا خاطر ان شاء الله صح ان شاء الله يا ربي التقاليد نتاعنا وقصاد مع الحبه توحشنا نشوف الدراري معمرين حناني ما كاش راحت كاش راحت كان زمان الدراري كاع بالحناني راحت تعاودوني ان شاء الله يا ربي ان شاء الله تعاودوني ولا لا تعاودوني تعاودوني ان شاء الله يا ربي شكرا شيخنا شرفنا بحضورك ان شاء الله يا ربي شكرا شيخ شيخ عبد القادر شاعو نعم ربي يحفظك شرفنا بحضورك خلي لك الكلمه الاخيره تفضل الاخيره كما قال خويا عبد المجيد صح عيدكم كامل امه الجزائريه كامل ان شاء الله وان شاء الله يكونوا كاع بخير على خير ويد في اليد في هذه البلاد هذه ان شاء الله بن غربيه فضيل نسلموا عليه ونقولوا صح عيدكم يا خويا العزيز ونسلموا على احبابنا كاع اللي راه سورتو في الجزائر اخويا مول هذه هي ما يغيتكمش الحال رانا نسلموا عليكم كي الفنانين كاع لا كولتور الجزائريان 1 2 3 فيفا الجزائر 1 2 3 يو نسين ثلاثه هذيك ما نعرفهاش فيفا الجزائر تحيه الجزائر انا نديرها في ثلاثه درج واحد زوج ثلاثه تحيه الجزائر يو نسين ثلاثة تحية الجزائر 1 2 3 فيفا لاجيري مليح صح شكرا لك شيخ عبد القادر شرف حضورك الحاج واش تقول لنا؟ مراد هو يا خويا انا نقول لكم حاجة انا نطلب الشفاء لعيالي اللي هي مريضة ربي يشفيها ان شاء الله ويشفي كل مؤمن ان شاء الله ربي يشفيهم ان شاء الله كامل وعيد هذا ان شاء الله كل شيء مبروك على الأمة المسلمة كامل اللي في الخارج واللي في الداخل واللي في السبيطارات ما نساوهمش لهم وحدهم ساكن ربي يشفيهم ان شاء الله واللي ما عندهمش اولياء لينا ربي سبحانه وكل عام وحنا بخير ان شاء الله نتلاقاو غدا ان شاء الله ويعطيكم الصحه بارك الله فيكم صحه مراد خان قال لك الصحه كاين المهمه وحده فريده صح صح الى راحت صح ربي يجيب الشفاء لجميع المسلمين ان شاء الله ان شاء الله لك صح عيدك ليك تا صح عيد الخاوتي الفنانين صح عيد ليكيب تكنيك وقناه النهار اللي صادفتنا لهنايا ونقول صح عيد للعائله الكريمه تاعي زوجه الكريمه زوج ولادي زكريا وشوقي بنتي ايمان رهيم زوجها في تيزي وزو نقول لها بهب ولادها نقول لها صح عيدك ايه بنتي صغيره نقول لها ثاني صح عيدك بنتي كل عام وانت بخير هذيك هي ونقول يعني نساب وليدي زكريا باسكو سا فيتور فام ساره لا فامي بوشارب كامل نقول لهم صحيتكم اختي خوتي جمال ربوح عيشه اختي طاهر نقول لهم كاع نو 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 باسكو شاك فوا يقابلوني باسمو نقول لهم صح عيدكم لا فامي خان لا فامي كاع الجيري والامه الاسلاميه كامل ان شاء الله نقول لك ميرسي بور لانفيتاسيون سا ما في انورميمون بليزير اللي شفت ماجد شكرا لك
مبروك مرة أخرى. شكرا لضيوفنا الكرام، صحة عيدكم مرة أخرى وصحة عيد كل عائلتكم، وانتم أيضا المشاهدة الأفاضل صحة عيدكم مرة أخرى. أكيد ما تنسوش، ما زالت السهرة طويلة والعديد من المفاجآت، ولكن بعد الفاصل. عدنا مشاهدينا من هذا التهاني إلى ضيوفي الحاضرين معنا، أسعد باستضافة سمير شعبنا، مرحبا بك معنا. الله يبارك فيك وعيدكم سعيد مبارك. عيد مبارك، شرفنا بحضورك. الله يجزيك. أسعد أيضا باستضافة الفنانة القديرة نادية بن يوسف، مرحبا بك. الله يسلمك، شكرا، وقلكم كل عام وانتم بخير وإن شاء الله الجزائر بخير. شكرا لك. أيضا فنان تحبوه بزاف الياس القسنطيني، أهلا بك، صحة عيدك. الله يعيشك وصحة عيدك وكل عام وانتم بخير وسنين دائمة لنا وليكم إن شاء الله. الياس روعيان شوية، بالك دبح وسلخ. مرحبا بك الياس. معنا أيضا السيدة فريدة باحثة في التراث، أهلا بك فريدة، وتموت على البقالات، مرحبا بك. بك وهلا، أنا جد سعيدة اليوم، راني محظوظة تلاقيت مع ضيوفك مع السيدة نادية بن يوسف والشيخنا نقولوا له الياس، بلا ما ننسى الأستاذ الكبير شعبنا. شكرا لكم. وانت كذلك نقول لكم صحة عيدكم كل عام وانتم بألف خير، ينعاد علينا إن شاء الله بالصحة والراحة إن شاء الله يا ربي. مشاهدينا، بما أنه رأوا معنا سمير الشعبنا يعني نائب عن الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج، ماذا بيا يعني سمير نبدأ بك باش نعرفوا أجواء أولاد بلادنا يا أخويا في الخارج، كيف أشراهم؟ والله دعني أقول أنه جاليتنا يعني خارج الوطن نكهة العيد اللي لقيناها اليوم في هذا اليوم المبارك هنا في الجزائر ما هيش نفسها بكل صراحة. أنا أقول أنني محظوظ يعني اللي جيت وحضرت العيد في الوطن تاعنا، لآلاف الجزائريين أو مئات الآلاف من الجزائريين يتمناوا أنه يقضيوا هذا العيد هنا. لماذا؟ لأنه العيد هنا في الوطن الأم أولا تكون محاط بالعائلة تاعك، تكون محاط يعني بالأقارب تاعك، الطفولة تاعك تتفكرها، النحر يعني خروف العيد كما شفنا اليوم في الصباح يعني في كل الأحياء يعني الشعبية تاع الجزائر كاين نكهة خاصة عكس الجالية تاعنا هناك للعيد حقيقة ما تحسوش. لماذا؟ لأنه العيد في أوروبا بصفة عامة وبفرنسا بحكم أنه فيه 80% من المهاجرين تاعنا، العيد هناك أنه الجزائريين ينحروا يعني أضحية العيد في أماكن معزولة، يعني ما يقدروش يعني في برا هكا كيما حنايا. لا، من مستحيلات السبع، يعني هذه من مستحيلات السبع، لأنه في أوروبا أولا ما صارتش بالك حكاية هكا سمير. لا، هي فيه بعض المزارع، فيه بعض المزارع وين الجزائريين يحبوا يديوا ولادهم، لأنه عيد الأضحى ماهوش فقط نحر، أنه الجالية تاعنا تحب تلقن يعني العادات التقاليد الطقوس نتاع العيد الأضحى تلقنوا الأطفال تاعها. في أوروبا السلطات الأوروبية تسخر فضاءات لصلاة الجماعة، يعني كل المسلمين يخرجوا من المساجد العادية والمساجد هذيك اللي معروفة يعني في البنايات ويروحوا يصليوا في أماكن كبيرة في قاعات متعددة الرياضات إلى آخره. العيد تشوفوا ما عدا خلال الخطبة خلال صلاة العيد وبعدين التهاني والأماني تروح 100 متر أو 200 متر على المكان ما تحش بالنكهة تاع العيد، يعني مقارنة بالجزائر اللي شفناها اليوم الناس كامل فرحانين. صح. الناس حازين القطوات يديهم من دار لدار، وهذا الشيء اللي ما تلقاش في أوروبا ونحوسوا عليه حتى بالدراهم ما نقدروش نشريه. صح جميل. من الغربة إلى العاصمة نروح للسيدة يعني نادية بن يوسف، حكينا على تقاليد الجزائريين في العيد كيفاش يعني، وش رأيك؟ يعني تقدري بالك أنت نادية أسكو تقدري تجوزي العيد ماشي في الجزائر؟ ما نقدرش، جوزت نقول لك عدة مرات، لكن عاهدت نفسي أنه ما نزيدش نعاود. وعلاش؟ نعاود له لأنه كما قال سي سمير النكهه تاع العيد ما مش موجوده، وخاصه في الذبيحه كما نقولوا احنا، تروح تذبح خارج البيت والشات تجيك من غد من ذاك. صح، هذه جانب اخر. نذكروا فقط الاخوه المشاهدين ان السيده ناديه هي كانت مهاجره وكانت مقيمه في مارسيليا، يعني عندها فكره شويه عن العيد خارج الوطن. لا ما زيدش نعاود لها، خلاص نقعد في بلادي احسن. السيده ناديه في الجزائر يقول لك بالك يصوموا الكبش قبل ما يذبحوه، صح؟ يصوموه قبل ما يذبحوه ليله العيد، يصوموه يعطوا له قطير الماء ويربطوا له الحنه، والدراري ولا الكبير ولا باش يقولوا زعما يجي الضحيه هذه حنينه علينا. انا عندي سؤال سيده ناديه، كي كنتي في مارساي عيدتي في مارساي؟ عيدت. منين تشروا الكباش في مارساي؟
يشروهم من يشروهم من ما كاش كيما حنا يعني لا من المستحيل يجذبوا منين يجذبوا من المستحيل حتى يعني يعني حتى نوعية الخروف ماهوش كيما تاع الجزائر ما كاين حتى شايفان يعني صغار وما مزينين ما عندهمش يعني القرون يعني اسمح لي سمير نديروا طلبية من عند الجزار الجزار نعم من عند الجزار دير طلبية باش على اسم فلان و وتشري تخلص الضحيه ديالك ما تروحش كيما حنا هنايا تروح تخرج على خارج المدينه ولا وتصيبهم تصيب المال من كل في كل مكان ولا ايه صراحه استاذه ناديه انت تشوفي انه مازلنا محافظين على التقاليد الجزائريه في الجزائر مازلنا محافظين عليها بصراحه انا يعني كجزائريه وانا فخوره اني اقول انا جزائريه صح لانه تقاليدنا اللي خلوها اهلنا احنا مازلنا حاكمين تقاليدنا وولادنا نفس الشيء. خلينا نشوف راي الفنان الياس القسنطيني. احكي لنا شويه. دونك راك عيان انت اليوم ذبح تسلخت واش دير انت الياس؟ غير كامل ذبحنا كما الاستاذ كما الاستاذه كما الاخت يعني كل واحد يعني سورتو في النهار دار يعني نهار مبارك. بطبيعة الحال مع الصلاه ومع مع تعرف صباح كل واحد يقول لك هاو نجي نذبح لك الاخر يقول لك جارك راني جاي الاخر يقول لك سما نسنا نذبح ثلاثه اربعه ونجيك دونك مع لي زيميسيون تيليفزيون مع لي زيميسيون راديو مع التليفون مع السليخه مع الدم مع السيف مع الاولاد مع هذيك مع لو كومول دو لا سيزون استيفال تو سا سا جو اون يعني سا جو سور لو فيزيك لي استا ديجا عيت اون دور دو في القسنطينه يعني بعيد على القسنطينه صرات لي اول خطره عام الاول رحنا في لا غروند فامي دو كونستانتين وانا والزوجه والولاد رحنا لتونس اون سي غوغروبي عيطت تما عيدنا تما والله غير فرونشمون غير سا ما با بلو حسيت روحي جاني احساس غريب جاني احساس غريب باسكو الغالب ما كانش عيد كما في الجزائر يعني وهل تختلف يعني في رايك انت الياس هل تختلف اجواء العيد في قسنطينه عن ولايات اخرى نعم في الوطن القاره هذا حاجه ما تختلف كل واحد وطبيعه كل واحد في كما احنا في الجزائر في الجزائر العاصمه يصوموا الكبش في قسنطينه اسكو يصوموا الكبش سي لا ميم شوز سي لا ميم شوز دين واحد وهويه واحده كاين واحد طبيعي هكذا برك يختلفوا من دار لدار ولا من شرى لشرى من ولايه لولايه ولكن نعاود لك برك على هذيك التجربه تاع عام الاول تاع كي عيت بعيد على الجزائر سما توشي هكذا وشغل حسيت في المومون هذاك حسيت سي كوا الجزائر صح وفي هذا السياق ايضا سمير الناس دوكا كي راهم يشوفوا المغتربين كاع حابين يجوا للجزائر نعم. ولكن سمعنا انه ليبي كانوا غاليين باتشي واش تقول لنا سمير في هذا الموضوع؟ اولا قبل موضوع الاسعار دعني اشكر يعني قناه النهار بكل صراحه اللي خصصت هذه الجلسه وهذه القاعده لانه من خلالكم المهاجرين تاعنا راح يعيشوا العيد تاع الجزائر هذه اللي ما كانتش من قبل يعني لانه من قبل كانت القناه كان الجيري فقط الان الحمد لله في كثير من القنوات راكم تعيشوهم العيد تعيشوهم رمضان تعيشوهم اجواء الوطن فبالتالي هذا اللي متغرب وهذا اللي محروم من البلد والحنين تاعو يدخل البلد تاعو من خلال قناتكم ومن خلال هذه الجلسه وكذلك متابعه هذه الوجوه النيره الفنانين تاعنا اللي كنا نتبعوهم ونحبوهم ونعشقوهم يعني من خلال الاغاني تاعهم اما بالنسبه للجزائريين بطبيعه الحال ناكد لك انه عشرات الالاف من الجزائريين حرموا من قضاء هذا العيد بسبب الاسعار فهذه الاسعار بكل صراحه انا ما نتكلمش فقط على الخطوط الجويه لكن حتى الباخره هي اسعار غاليه كثير يعني وكثير من العائلات تاعنا ما يقدروش يجيو لانه اسعار غاليه وبالتالي نحرموهم احنا من اجواء مثل هذه اللي رانا عايشينها ومثل يعني هذه الطقوس هذه اللي رانا نعيشوها مره في السنه فنتمنى يعني من سلطات البلد ونتمنى من الخطوط الجويه الجزائريه وشركه النقل البحري انه تاخذ بعين الاعتبار مستوى المعيشه تاع هؤلاء هناك لانه كثير من المهاجرين تاعنا والجزائريين يظنوا انه المهاجر اللي راهو ليه راهو يحز الدراهم بالبالا هذا هو الراي اللي بعض من الناس ولا كل الناس يتفكروا انهم المهاجر كما قلت انت راهو هو كما قال له حياته لمن تنادي يعني بصراحه احنا نطلبوا كما قال الاخ سمير من السلطات البحريه والبريه انهم يسهلوا يعني يسهلوا الامور باش وخاصه الجيل الجديد يعني الجيل الصاعد هذايا لازم يعرف تقاليد ديالو لازم يشوف اهله لازم تكون اللمه الحميميه انا
انا كنت مغتربه وعشت هذا نعم حسيتي بهم يعني اللي راهو يحكي عليهم سي سمير. بصراحه يعني كيش نقول لك تعذبت كثير لانه كنت نشوف مستقبل اولادي الجيل نتاع اولادي كيفاش المستقبل نتاع اولادي كيفاش رايح يكون. النقطه هذه في قضيه يعني بور كي بلافون لي بري هادو فودري اون ديسيزيون بوليتيك وانت اعلم بهذا دونك لازم اون ديسيزيون بوليتيك من اعلى هرم بور كو ماشي في لا سيزون باس ولا لا سيزون في لو بيك في الصيف ولا في لا سيزون باس نو فودري كي بلافون لي بري هادو يديروا لي بري هادو يحدوهم على الجزائري عنده حق يهبط البلاد ولا يطلع وهذيك نورمال دونك يفودري كو الشعب ثاني سورتو في هاد لي زوكازيون فودري كو الشعب ثاني ريكلام سا فو با كو اون اون تران دو ديفولغي سور فيسبوك ولا اون اون تران ديكريغ ما يكفيش النقطه هذه توصل لاعلى هرم يفودري كو ان شاء الله يا ربي. سيده ناديه حابين نسقسيك انا واش تحبي طيبي في العيد؟ شوف في العيد حنا انا عندي العاده اللي خلاتها لي يما الله يرحمها عندنا نديروا حلوة الطابع نديروا يعني ماهوش خصوص متخصص كما عيد الصغير، عيد الصغير تنوع في الحلويات ولكن في عيد الصغير في العيد الكبير لا نديروا غير الحلوى الناشفه برك حاجه تاع هذا مكان حاجه ناشفه وشويه معسله ولكن خصوص ناشفه. سيده فريده قالت لك معسله فريده بقالات نعم. عندك حكايه بزاف مع البقالات. حياتي كامل مع البقالات وهي صدفه انا ما نش يعني كاتبه ولا اعلاميه كما الاخ شعبنا ولا انا يعني هي من التراث جبت من القصيد ونحب الكلام هذاك اللي عنده معنى صدق كي نقول بقاله ولا شعر ولا كلام يلحق صدق نقولوا على الصغار على العجوزه على الطفله اللي مد يدها الحنه على الناس الغربه انا نقول بقاله قبل ما تقولي بقاله قولي لنا برك كيفاش هذيك هي عقدوا كذا باش الضيوف تاعنا يقولوا عقدوا كيفاش نعقدوا تنوي واحد على المشروع الاخر على كل واحد والله شوفي معنا الياس دوكا ونوا نورمالمون راه وي وي يعني شوف انا ندير بقاله هذه الاولانيه نديروها على الناس الغربه باسكو اليوم مناسبه عيد الاضحى الناس كم راهم يشوفوا فينا وماذا بهم هاد الجاليه اللي مغتربين مساكن يسناو في هذه اللمه ميم قناه النهار يشوفوها بزاف انا وحده من الناس كي كنت مغتربه رحت نشوف خاوتي يديروا غير هاد يعني القناه هذه معروفه ويحبوها نرانا في الجزائر ونشوفوها نشوفوها ونشاهدوها يعني نشاهدوها المهاجرين في المقاهي وين كانوا المهاجرين في المقاهي يعني وين يروحوا يعلمونا الاشياء الحمد لله نقول بقاله على المغتربين تفضلي اسلامي للحبيب بعثته في الورق قد هب كتبته بالحروف الفضه رشمته رد علي بسلام مسلم بخط يده معلم قال لي راني بعيد بالصح من قلبك راني قريب ان شاء الله ما نعود بعيد ان شاء الله كل مغترب يرجع لاهله ان شاء الله يا ربي ان شاء الله. نسقسي انا الياس شريت كبش هذا العام طبيعه الحال اسكو جاك غالي الكبش هذا العام والله نظن العام اللي فاتوا نظن انه في متناول الجميع دونك الانسان يعرف برك وين يشري كما قالت لك السيده الفاضله الواحد يخرج من لا كابيتال ويروح ويحوس يدي ولاده ولو مومون هذاك لازم كما قال الاستاذ نرسخوا في ذهنيات اولادنا صح يشفعوا على باباهم يروح يخير كبش والكبش هذا قال كي يدخل كاينين دي فوا نروحوا يعرفونا ناس قال هذا غنيت لي في عرسي واحد يقول لك اني شايفك مدلت يبداو هكذاك حنا دونك حنا اون بروفيت نو ماشي باطل ما ينحي لك التيفيا ينحي لك التيفيا هذه هي دونك اون بليس دونك الوقت كنا نحوسوا على هذوك دوك نحوسوا باسكو باه تنحي الكرون هذوك لازم جهد كبير صح نحسبوا على واحد فرطاس كيما اخوك هذاك بري ماشي بزاف هذاك يكون بوطاب ماشي ولكن الناس اللي ماشي يضركش الراي ويقول لك باللي بالك جاهم غالي وما يقدروش يشروا الكبش هذا العام بالك ناديه واش رايك؟ انا نقول لك حاجه والله العظيم صراحه انا ما نعرف نشري ما نروح ما نسوق الحاج هو اللي يتكلف بهذا الشيء هذا ولما يجيب لي ضحيه اهلا وسهلا جميل حبيت عندي واحد القصه حقيقيه يعني انا كي كنت مراسل في التلفزيون كان واحد الفرنسي يبيع الخرفان للمسلمين يبيع تعقيب برك سامحني تفضل ليك الفضل
قبيل قلت هذو الوجوه النيره والفنانين هذو المعروفين اللي احنا رانا نتبعوا فيهم. صح. تعقيب بركح الفنانين ما كانش فنان ما يتبعش سمير شعبان. الله يجازيك ربي يعافيك. كنا نتبعوك بشعرك وبلما بشعرك نتبعوك. الله يجازيك. الله يجازيك. الناس قاعد يتبعك. في فرنسي كان يبيع للمسلمين الخرفان تاع العيد. ناديه تعرف انت الخرفان قلت لك صغار سعرهم يتراوح بين 250 الى 300 اورو. فعرفني باللي انا مراسل تاع التلفزيون قال لي راني كثير من المسلمين هنا يحبوا الخرفان اللي فيهم القرون. قال لي ماذا بك الحمى ديك لو تعطيوني ديروا لي بيبليستي في التلفزيون الحكومي انا ذاك. قلت له بصح كيف؟ ارسلت لواحد الصديق هنايا في الجزائر قلت له ماذا بك تروح للحراش ولا تروح الكاليتوس صور لنا الخرفان هذا باش نديروا بيبليستي. نهار كي درنا له بيبليستي في التلفزيون وخرجوا الخرفان هذوك بالقرون ولاو الناس يجريوا ليه، لكن قالوا له وراه الخرفان اللي كنا نشوفوا فيه البارح في التلفزيون. وهما خرفان تاع الجزائر، يعني حبيت نقول الخروف الجزائري عنده بصمه، عنده ان كاشي سبيسيال، وهذا حقيقه اللي ما تلقاهش يعني في الغرب. جميل. الاسعار مشاهده الافاضل بين كاين اللي قدروا وكاين اللي ما قدروش، يعني ونعرفوا انه اعياد ضيوفي الكرام انه في الاعياد يكثر الخير، الناس يحبوا يديروا الخير والصداقات وكامل. سورتو كوستنا راهي لا سيزون استيفال فوالا، دونك صعيبه الباك دخول مدرسي الاعراس دخول مدرسي العيد. نعم. العيد اللي باس ثاني اللي مع العيد دونك شويه هادشي يعني كاين بعض الفقراء والمساكين كاين يتامى ما قدروش يعيدوا بالك هذا العام. احنا مشاهدينا انا وياكم نروح نشوفوا هذا التقرير حول هذا الموضوع لجمعيه كف اليتيم، راحوا عند يتامى وفرحوهم بكباش مع الزميل طارق سعد الدين ونرجع لكم. من هنا انطلقت تحضيرات جمعيه كف اليتيم فرع مفتاح لجمع 1000 اضحيه وتوزيعها على الايتام والارامل بفضل مجهودات المتطوعين والمحسنين. جمعية كف اليتيم ولاية البليدة اللي أطلقت في هذه الأيام حملة عيدنا التكافل فطبعتها الثامنة التي تهدف إلى جمع وتوفير 1000 أضحية لفائدة الأيتام المسجلين لدى الجمعية. عملية التوزيع تخضع إلى جملة من الأمور أهمها المعيارية في تصنيف العائلات وفق درجة التضرر وفق عدد الأطفال وفق يعني الأرملة التي تكون توفى رجلها في هذا الموسم تكون عندها أولوية بهدف تخفيف من وطأة المعاناة خاصة يوم العيد، هكذا لضمان أن تصل الأضحية ويصل التبرع للعائلات المحتاجة والعائلات التي هي بأحق تستحق تلك الإعانة. السيدة نادية واحدة من العشرات التي رسمت البسمة على وجهها بعد أن كان لها نصيب من أضحية العيد. ربي يجازي اللي فرح يتامى ما شاء الله، وهذا كما فضل ربي، ونقول ربي إن شاء الله يقدرهم العام الجاي إن شاء الله والعام الجاي إن شاء الله. الحمد لله يا ربي، الحمد لله يتامى راك عارف لا بابات لا والو، الحمد لله يا ربي، الحمد لله ربي فرح كل مؤمن إن شاء الله خويا، ربي يجازيكم إن شاء الله. مبادرة جمعية كافل اليتيم واحدة من المبادرات التي اعتاد على تنظيمها أهل الخير بالتنسيق مع الجمعيات الخيرية بهدف إدخال الفرحة لبيوت الأيتام والأرامل. مشاهد جميلة إذا مشاهد الأفاضل وضيوف رمعنا نورونا بقعدتهم وبحضورهم. أنا سمير نقول لك شكرا لك. الله يجزيك. وش رايك تشوف هاد المشاهد يعني بعجاله، كيف يكون احساسك تشوف الناس هذا يعني؟ والله هذه سيمة الجزائري بكل صراحه، وانا عشت كذلك حتى في شهر رمضان فيه العديد من موائد الرحمه، فيه الكثير كذلك يعني انا نشوفهم حتى في الطرق السريعه يعني لي زوتوروت تلقى ناس يحبسوك ويفرضوا عليك باش تاكل، ضيف الى ذلك كثير من الجزائريين يستاجروا مطاعم اللي تغلق في رمضان ويديروها يعني موائد الرحمه، فهذه من سمه الجزائري. وانا نقول لك هذه يعني زرت العديد من الدول الاسلاميه والله ما شاهدت هذه الصور هذه، فالعيد الاضحى كذلك هو عيد بركه، هو عيد دو بارتاج يعني انه نقتسموا فيه اضحيه العيد للاخرين، نفس الشيء كذلك هذه في اوروبا وفي فرنسا، الكثير من الجزائريين والله صدقني الكثير من الجزائريين هذه السنه الماضيه حوالي 30 أو 40 عائلة جزائرية أعطوني دراهمهم وقالوا لي ماذا بينا تعطيهم أنت راك تعرف جمعيات جزائرية في الجزائر وأعطيهم، لأنه احنا عندنا الخير في بعض الأحيان بكل صراحة يعني يتعبوا مع الخروف كما قالت الأستاذة السيدة نادية ثلاث أيام ربع أيام باش يوصلوا الخروف البيت تاعو، فهذا التعب يحب يعني يغلق الباب التعب هذا ويمد دراهمه للجزائريين هنا. ضيف إلى ذلك كذلك أنه الجزائريين يصدقوا يعاونوا يساعدوا إلى آخره،
فحقيقة صور متميزة، تميز هذا البلد، تميز هذا الشعب. فندعو الله عز وجل يعني بهذه المناسبة عيد الأضحى المبارك أن يعيد هذا العيد السعيد على وطننا الحبيب الجزائر بالأمن والاستقرار وبالتقدم والازدهار. ونقول لكل الجزائريين داخل وخارج الوطن في كل الدول وفي كل القارات عيدكم سعيد، وكل عام وأنتم بألف ألف 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 خير. كما نشكر كل الطاقم يعني تاع إذاعة النهار قناة النهار اللي سخرت هذا البرنامج للجزائريين وللجزائريين خارج الجزائر كذلك، ولكل كذلك بطبيعة الحال المصورين والتقنيين والعاملين في الكواليس، لأنه هذا البرنامج ولولا هؤلاء الأشخاص ولولا هذا التقنيين ما يكونش هذا البرنامج. شكرا لك أستاذ سمير. سيدة نادية تفضلي. أنا أقول لكم عيد مبارك، كل عام وأنتم بخير. الجزائريين معروفين بالجود والكرامة، وأنا فخورة ونكررها ودائما نقول أني فخورة أنني أقول أنني أنا جزائرية. ونقول لقناة النهار عيدكم مبروك، وكل طاقم تقني والجالية اللي راهي متغربة في العالم كله والحضور الكريم. واش نقول لك، نعيد على وليداتي، نعيد على العائلة ديالي اللي بعاد واللي قراب، ونقول لكم تحية الجزائر وعيد سعيد للحراك. شكرا سيدة نادية، ولكن ما نروحوش بلا ما تعطينا مقطع خفيف هكذا يا لازم تحكمني. آوي محلاها ساعة سعيدة نهار اليوم، محلاها ساعة سعيدة إن شاء الله العيد يدوم، محلاها ساعة سعيدة نهار اليوم، محلاها ساعة سعيدة إن شاء الله عيد يدوم. تحية الجزائر. شكرا سيدي نادية. لياس عيا لا غالب سلخ بزاف. ماني عيا او كونترير جو سوي انفون، مي كنت شيخ و مع الاستاذه، والاستاذه بربرتنا من هي وسمير يعني الله يبارك لا يعلى عليه، باسكو درجه ثقافه ودرجه نضج ثقافي وسياسي، ويعني الله يبارك عليك. هذه شهاده نعتز بها بصراحه. بون انا نقول لك على العيد في الجزائر، ونعاود نولي ونقول لك انا بصراحه عباره اوني لي ميور، احنا الافضل. جو بونس وراني واثق ما كانش احن منا، ما كانش اشجع منا، ما كانش ادفى منا، ما كانش اغضب منا، ما كانش اون اتو اسخى منا. الحمد لله حنان قلوبنا ملاح، سي سا لالجيري. الحمد لله ويا با بلو بو كو لالجيري، يا با بلو بو كو الزين تاع الجزائر، باسكو لو براساج اونتر واحد الشاوي وقبيلي ومزابي وترقي. دونك ربي عطانا واحد الخير ان شاء الله، حب هذا نتهلاو فيه برك الوطن هذا والاجيال هذو اللي طالعين ان شاء الله نتهلاو في الوطن هذا. وانا راني متفائل، جو سوي فريمون اوبتيميست، الامور راح تسقم منا وهكذا ان شاء الله يا رب. وكل عام وانتم بخير، سنين دائما تحياتي للام الكبيره، نقولها صحة عيدك وكل عام انت بخير ان شاء الله. تحياتي تشوف راسنا الخواتة تاوعي في خصمتينا، خوتي وليد اختي، وليد اختي دار الباك رشاد، نقول كل شيء مبروك، هو ولوجين اوسي كل شيء مبروك. الزوجه تاعي ولادي تيم انايس وشاهين كل عام هما بخير، كل عام كل عام هما بخير. الفنانين كو سوسوا لي زار دراماتيك ولا بلاستيك ولا ليريك، ثم الاسره الاعلاميه، جنود الخفاء، والتحيه بكم كل ارض تنزلون بها وراني مريض. شكرا لك لياس. مشاهدينا راكم تخمموا فوش راني نخمم، لياس عم بالو خلاص اني رايح موال قسنطين يا حبيبي. انا نقول لك والله راني مريض، راني راني سوكورتيكويد، دونك لا كليم فريمون عطاتني ضربه وخديت درس. سمير نسمحوا له. شوف شوف سمير لا يسمح لك يا خويا، انا ما عنديش. هو محبوب. تعدى تعدى ولا بايس لنا مخزرني ودب العيونو، شكيت قلبو يخمم، والخاين الله والخاين الله الله يخونو. الله الله. شكرا لك.
بارك الله فيك. نو لا كليم ما كنتش على بالي باللي دير هكذا الضر. حاطها في الدار 18 وفي الطوموبيل 18. صح. دونك راني 15 جو وراني هكذا غير بون سي لي دو جو غادو برك اللي وليت. لاباس عليك. ان شاء الله ميرسي. سيدة فريدة. اشكر قناة النهار ونعطيكم مقطوعة قصيرة بهذا 48 ولاية نقول لهم صحة عيدكم كل عام. وتزاير بخير والاستقرار وتحية الجزائر. نقول تحبوا بقالة تحبوا تقدام كما حبيتوا. شوفي انتي شوفوا تقدام يسلم هاد الأحباب ونردم كفاتكم ونردم كفاتكم اللي فرحوا لي وليدي عقب لوليداتكم. شكرا لك فريدة. شكرا. إذن شكرا لضيوفي الكرام شرفتوني بحضوركم. مشاهدينا انتم نقول لكم صحة عيدكم مرة أخرى. ما تروحوش بعيد حصتنا ما زالت متواصلة في هذا السهرة الطيبة. نعم يس غنات غنيت مريض ودرت قدام نطلبوا من سمير انه نو ماشي غنينا ما يقولنا كاش حاجه في البلاد في الوطن باسكو على بالي يكتب. والله احنا البلد تاعنا نعيشوه بجوارحنا نعيشوه كذلك يعني بقلوبنا. في بعض الاحيان قلبنا كذلك يبكي دم بكل صراحه كي نشوفوا البلد لانه احنا محتكين يعني بكل جاليات ورانا نشوفوا التطور اللي عرفته كل دول. فالحراك هذا مر بسلام والجالية تاعنا شاركت في كل العواصم الأوروبية. حقيقة الشعب الجزائري أعطى درس للأوروبيين وانتم كنتوا تشوفوا يعني المسيرات اللي كانت في باريس. فمرة أخرى يعني نشكر كل يعني الجزائريين. وأنا فقط بهذه المناسبة لأنه نذكروا الأحياء يجب كذلك أن نتذكر الأموات لأنه كانوا كثير من الجزائريين اللي عاشوا معنا السنة الماضية وما عاشوش. ومن بين هؤلاء يعني الأم تاعي هذا أول عيد يعني لي بدون أمي. فبهذه المناسبة كذلك ندعو الله عز وجل أن يرحم موتانا وأن بلادنا هذه إن شاء الله ويشفي مرضانا والبلاد هذه إن شاء الله تكون كما نقولوا احنا لؤلؤة فوق يعني فوق رصاننا كامل بكل صراحة. شكرا سمير بارك الله فيك يعطيك الصحة. شكرا مشاهدينا الكرام. فهذه سنة الحياة بكل صراحة. أخونا وصديقنا وزميلنا ونجمنا في هذه السهرة كذلك فقد يعني أبوه كما كل يعني إنسان. فنتذكر موتانا بالخير إن شاء الله وبلدنا يعني تبقى بلد كبير. دير في بالك باللي عندك جمهور كبير والناس قاعد تحبك والناس قاعد راهي متأثرة بك في هذا المومو هذا. صح صح صح. أنا وحدة منهم بابات مات الله يرحمهم ويوسع عليهم. وهذه هي الأعياد نتفكر يعني نفكروا كل شيء يعني في العيد بكل صراحة. في العواشر. شكرا الله يجزيك. شكرا لك. وصبرا لك ولنا ولكل العائلات يعني اللي فقدت فرد من أفراد عائلتها. يا مليحة دموعك بالضحكة تاعك روعة. ابتسامة. نجم. مشاهدينا نروحوا إلى فاصل مع المصممة نوال شباح مع عارضي الأزياء. إذن عودة مشاهدينا الأفاضل في هذه السهرة الجميلة. تقبل الله منا ومنكم وغفر الله لنا ولكم عيد مبارك لكل من التحق بنا اللحظة. مشاهدينا أكيد سهرتنا ما تكملش بلا ما يكونوا معنا ضيوف حبيتوهم وتحبوهم وراح تزيدوا تحبوهم إن شاء الله. دونك راه معنا دادي زنكا كريزي مرحبا بك وصحة عيدك. صحة عيدك خويا ياسين. حاجة الأولى نقول لك عظم الله أجركم. وحاجه ثانيه نقولوا صحه عيدك صحه عيد كامل لافامي تاعك لافامي تاعنا كل الشعب الجزائري. فوالا صافي بليزير رانا قاعدين معاكم في امسيه تاع العيد ان شاء الله نجوزوا خفيف ان شاء الله. راه معنا ايضا ممثل ومنتج تلفزيوني حبيتوه وتحبوه وحزيدوا تحبوه ان شاء الله ثاني. عادل ايفيزا مرحبا بك. السلام عليكم صحة عيدكم. وكما قال لك خويا دادي عظم الله أجركم حنا كانت كنا كما يقولوا في الحادثة هذيك تأثرنا بزاف في الحادثة تاعك وتعاطفنا معك خاش أنت إنسان وليد فاميليا وكما يقولوا البركة فيكم إن شاء الله وكما يقولوا بصحة عيدكم قاعدتك الأمة الجزائرية والأمة كانت لي خارج الجزائر صحة عيدكم قاعدتك وإن شاء الله نجوزوها
ان شاء الله. الله ماما راه معنا ايضا ممثل شفتوه وتحبوه واحد تزيدوا تحبوه كاع تزيدوا تحبوه اسلام زنقه مرحبا بك. الله يسلمك اخويا ياسين صحايدك انت ثاني كيما قالوا اصحابي وخاوتي البركه فيك خويا ماقي رانا حزنانين شويه معاك من التبسيمه مازالها معليش خويا. المهم صحايد كاع الجزائريين وصحاب غزه وفاميلتنا وفاميلتكم وكاع الامه العربيه ان شاء الله وان شاء الله تجوز. الله يسلمك صحيت اسلام. بون مشاهدينا قصرنا شويه احنا على اجواء العيد كذا انا بعجاله حبيت نعرف برك لي تروز انفيتي تاعي يذبحوا يسلخوا دادي ذبحت ما سلختش جامي انا سلخت ما ذبحتش ما خاش حنا ما يخفالكش كاين شروط باش تذبح صح احنا ما يخفالكش الامر لازم نومو بالك شروط مع شهريه صديق دوك الشروط الا كاين عند دادي ولا لا جوستومو هذه جوستومو حنا هذا السؤال اعطينا الشروط تاع الذبح اه هاي الوعد انا نحكيك اخويا راه في الكواليس اسمع بالو باللي ذبحت اسمع ماشي زعما فيها ما تنحيش اللحيه ومن بعد تفرطين هذا واش فيها؟ مش تفرطيك انت بدي ربيهم ماشي لا لا بصح اسمح لي انا ذبحت ماشي هذا العام والله غير ما ذبحت ما سلخت هذا العام ما ذبحت ما سلخت اسلام ذبحت سلخت اولا او يحسب يديهم بالدم انا عم خويا ذبحت اليوم وسلخت ودرت كلش يا ودي انا ذبيحه ماشي خاطينين عندي شويه نخاف ماشي نخاف راك تعرف من ان شاء الله اني معول لي لحيانا ربي العام الجاي نذبح وسليخه راك تعرف غير هكذا نضربه من الفوق يهبط من التحت صح وفي الكبش واش تاكل؟ تامني والله ما نحب ما نحبش هذيك شويه هكذا دواره شويه عصيبنا هذا الحمله لا خاطيني الكبده هذوك خاطيني ما يتحبش والله غير شويه بوزلوف يا خو شويه قسم ندوق غير كميه وهذا ماك انا شوف غير نذبحوا الكبش حاجه الاولى اللي نحيها الفيونداشي ناكل الفيونداشي الله عرفتها بلي اسمع النكه تاع عاد في العيد وما يخطونا الكبده بصح معلي فكاهي يا الفيونداشي تاع الكبده فكاهي تخدم مع عاد الخو مليح الفيونداشي عاد خلينا نكملوا الميسيون نضحكناش يا دادي بون انا نورمال الكبده ما ناكلش هادو الدواره واد العفايس ما تكثرش من اللحم عادل ما تكثرش من اللحم والله غير ناكل ما نكذبش تاكل يعني. انا خويا نلحقوا في الماكله سيرتو كيما الواحد اللي ما ياكلش اللحم في العيد تما كلي ما دار مي كاين ناس يكثروا من الماكله تاع اللحم لا لا الفوي فيتي هذه صح دوك حنا قهوه حليب باللحم على بالك تولي كلش تولي كل يوم باللحم اللحم اللحم الكوليسترول يطلع عصبانه تلقاها خاتله في هذا السياق اسلام ومشاهد الافاضل الافراط في اكل اللحوم في هذا التقرير مع الزميله فوزيه والنوفي نشوفوه ونرجعوا لكم كما شفت دادي اسلام اي ماشي احنا البروبليم راهو ياكلوا اللحم ومن بعد ما تحرقش هذاك اللحم ما يدير سبور ما والو يرقد سي نورمال بصح خصك تعرف كاين لي زاتلات كيما واحد راه قاعد معاه واحد راه ثلاثة راني نشوف يا اخو داخل لي على بالي يخبي اللحم ومن بعد باش كيونطري فيه لا 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 فيه لي بروتين فيه فيتامين او فيه كاع لي فيتال سبحان الله والله غير صح صح سورتو اللحم اللحم تاع الخروف تاع العيد بزاف شحم يا اخو ديجا كيت صح من اللحم هي سونتيفيكمون هي اللحم مليح كيما يقولوا عباك حير لي سونتيفيكمون شنو الافراط فيه والاوقات اللي ياكلوها فيها اللحم لازم صح عاد شنو هي الاوقات اللي لازم تاكل الاوقات اللي تاكلوا فيها اللحم لازم غير تنوض الصباح 12 12 ونص ما تفوتوش الوحده برك هذا ما كان وماذا بكم ديروا لي فور ديروا سبور لازم تزيدوا تشربوا الماء بزاف موراه تشربوا القارص كان عفايس باش نحي هذوك الدهون جميل من اللحم اسلام ودادي وعادل نروحوا لكوب دافريك يا خويا دادي دار البوس اونيلا احكي لنا اونيلا كيفاش بون اوني لا اوني لا بالك الانسان الوحيد اللي كان عجزان باش يدير اوني لا انا هو هذا هو يطلب ما يرفدلكش يرفد شي كذا يعيط لي حد يا دادي نديروها انا نقول له خلي غدوه خلي غدوه انا اللي روطارديتهم يسمحوا لي خاطر رميناها جوست مور الماتش تاع نو احنا درناها قبل احنا درناها قبل ومن بعد مع المونتاج شحال راهي مشاهده دوكا؟ 23 مليون والله يبارك مشاهده لا لا دوكا كثار دوكا بلسات يعني تبع فيه انا كل ما نعرف شنو الدور تاعك في الكليب بون انا كنت صاحب الفكره انا الاولاني اللي امنت بهذه الفكره تاع لو كليب تاع اونيلا هي كيفاش يقول لك انا شاك فوا نخدم مع لي كليب على ليكيب ناسيونال نخدم واحد 25 كليب على ليكيب ناسيونال وشاك فوا تقول شي دوزيام تور يحبسوا شاك فوا
وزيد كانت نهار نحن ب 2009 2011 نهار اللي تكاليفيو الكوب دي موند خدمت بزاف لي كليب مع عادل. كاين بالك دوك ناس سمعوها الاغنيه مشفاو عليها بصح دوكا راه منسينها مادامنا في العيد دوكا قامت فكنا زين نهار صحيح. صح خليني نكمل حاجه برك كاين ولاو كمل نشوفوا يسمعوها باش يعرفوا على من انا نهضروا. ايوي ماما افريكا اوني راه حتى المنتخب الوطني وغناها في الكار كي كان مولي دونك سي تان بليزير. عادل كمل لي واش تحب تقول لي. خليني نكمل لك هذه النقطه لازم نوضحوها. فهمتني كي كنت نخدم لي كليب تاع ليكيب ناسيونال هاد المره شفتهم بلي كونكا ليكيب ناسيونال ما كانوا حتى واحد ما دار عليهم اغنيه على ليكيب ناسيونال حتى واحد ما دارهم. كنتوا انتم الاولين جاتني انا الفكره. لا لا ما كانش الاولين تاع طارق خليعي موراها. لا انا دوك نحكي هو مدلو ماتيريال سوا سوا مور تاعنا خلوني نهضر خلوني نفرغ يا خلوني نجيب لكم انا حقكم. كي درنا جاتني الفكره على ليكيب ناسيونال قلت لازم نديروا حاجه هاد الدعم تاع واحد ما دار لازم ندير. كونتاكتيت محمي لانو هو صاحب الاغنيه محمي لانو اللي نبلغ له التحيه اللي معروف من 2011 عنده اغاني كيما يقولوا شابين بزاف ومام يغنوهم في لي ستاد يغنوهم بارتو. زد انا نخشي نحب باختصار عدل لديق الوقت بالاختصار. ومن بعد هاتي كونتاكتيتو زيت كونتاكتي دادي قلت له بوركوا با ما نديروش عفسه على ليكيب ناسيونال. كونتاكتي كاع لي زارتيست داك وقفوا معنا اوني لا اوني لا اوني لا درنا الاغنيه والحمد لله شفنا لي جوار كاع كاع ارماده كاع مع عز الدين دوخه. عز الدين دوخه قال لي قال لي باللي اسمه هو اللي كان عايش معاهم قال لي لي جوار ولات لنا اون ديريكت شغل الناشط تاعهم قال لي كل ما يكون عندنا وقت تاع تاع روبو قال لي كاع لي جوان نديروها اوني لاك شكون نفرغوا بها او ميم طون انكوراجيو روحنا بها صافي فريمون بليزير. هذه حاجه تفرح جميل. ايضا تحيه لطارق القليعي تيكي طاكا ثاني دارت حاله اغنيه جميله جدا. انا كي جبت لي عز الدين دوخه ما نساوش مشاهدينا كان بزاف ناس دي زارتيست ولاعبين وحتى فنانين كانوا حابين يكونوا معنا في الاستوديو ولكن الله غالب كل واحد وين راه صيف كل واحد وين راه فاكونس كل واحد وين راه خدام. دونك هاد الفنانين اللي ما قدروش يكونوا معنا في البلاطو فضلوا انهم يبعثوا لنا فيديوهات وسجلوا هاد الفيديوهات راح نشوفوهم مع ضيوفي نشوفوهم ولينا رجع دوري. نقول لكل هاد الفنانين صحة عيدكم وتقبل الله منا ومنكم وشكرا على هاد الفيديوهات وليكم ايضا المشاهدين اللي التحق بنا اللحظه. نقول لكم اقعدوا معنا مازالوا معنا فنانين تحبوهم وحتقعدوا تحبوهم. جميل. انا حبيت نروح لسوجي واحد اخر هي نروح لاسلام المهيبه. يو المهيبه شبيها المهيبه جاليه ديرك المهيبه باسكو اسلام قالوا لنا كان يدي بزاف المهيبه يا لا كتف شغل نمر واش حبيت. اسلام كنت تدير المهيبه ما فهمت بيان سور ندير المهيبه على المهيبه سي يقول لك احنا جدودنا هكذا موالفين بها كل عيد كذا تحكم يا اخي كتف باك احنا كنا فامي كنا فاميليا كبيره غير تقبض هذاك جي وكاع يبداو يخزروا فيك صح وانا ورايح به يا اخي ماما مو في الكوشه هذه عادات وتقاليد ما نقدرش نخرجوا منهم. دوك جاي استوى انا اللي على بالهم واش معناتها هذيك المهيبه تاع دوك ولات الكتف راك تعرف ريحه وجبه ومصروف كبير. نشوفوا دادي دادي بون المهيبه انا كي تزوجت عباك واش معناتها رقم قياسي خطبت ثلاث شهور من بعد الزواج معناتها ما قاصدنيش. اصبر نشوفوا اسلام شحال من عام بدا المهيبه. يو هي بدا خمس سنين واقيل بون سنين هكذا قسمة تسمع المهيبة هذيك تجمعها كتسمع ثاني بني الدار شري الدار انا نستنى في واحد يدي المهيبة يا خويا خويا دي المهيبة انت يا دي المهيبة يا وشنو؟ لا شوف شاك فوا نكون راح نديرها مع هذيك سمانة من قبل العيد شو تحب تجيب سبة لا لا انت تجيب سبة انت ما يكتبش المكتوب يا خويا ان شاء الله ربي يرزقك بها صالحة خويا ماكش تدي المهيبة مازال والله غير جامي ما ديت المهيبة وراك ناوي تدي ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله هذا العام هذا العام حتدي اصبر اصبر نسقسوا هذه هذا العام حتدي مشكش لا عاد لازم يفرح يماه ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله يرقى مراه صالحه اخواني اخواتي اللي رايحه بها ان شاء الله كل يوم انا كل ما تحكمني اسمعوا هذا الوقت اش نزوج ان شاء الله يا نداء ديرك اللي رايحه بها ان شاء الله عندها كوار تاع ليون فرنسا خوني لا عاد نمدوه يا اخي روحوا عندنا خطبوا من هناك حلوشه ان شاء الله في هذا السياق ضيوفي الكرام ومشاهدي الافاضل نروح الى تقرير للزميله ساره بالحور على المهيبه ونرجع. دينا هذه هي المهيبه عاده تقاليدنا ولكن لما نستطع يعني لما عيتش ماشي شرط يدي المهيبه ولا لا لا ما تديش المهيبه تولي تشنف عليك غير الدوخه واللي ما عيتش خو واش لا لا يا اللي ما عيتش ياكل اكثر من اللي عيت
كيفاش واحد ما عيطش يدي المهيبه يسمعوا به ما عيطش كاع يمدوا له والله غير يمدوا له وكي يمدوا له يروح يدي يروح يدي هذه اه كل واحد كيفه لا لا خويا سي ما اسمع ماشي معيار اللي ما عيطش ماشي معيار باللي ما عندوش كل واحد وظروفه كاين اللي عنده وتلقاه بالك ما عيطش ولا عنده في جاست جاست كي كونت وان شاء الله ربي يجمعنا كاع بال ان شاء الله هي بزياده ربي كاع كيما نقولوا يهنيكم بلا مهيبه ان شاء الله عاد قالوا لنا تحب الحنه لا لا الحنه 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 بيان سور نديروا الحنه تحبها بيان سور نحبها الحنه كون نجيب لك دوك الحنه ديرها بيان سور ديرها اي مي ديروا له الحنه ديروا له الحنه مشاهدينا نروحوا اجواء الحنه مع زميله دانيا بوطاق ونرجعوا صحة عيدك زميلي ياسين صحة عيد مشاهدينا الكرام صحة عيد ضيوفنا الأعزاء إذن متواجدة معي نسيمة قائدة زهرات فوج الرجاء قدماء الكشافة الإسلامية الجزائرية صحة عيدك سيدتي صحة عيدكم تعيدوا بصحة ولهنا إن شاء الله ونشكركم بزاف على يعني هاد الحصة اللي درتوها وحنا شاركنا فيها عرضتونا يعطيكم الصحة ومرحبا بكم وتعيدوا بصحة ولهنا إن شاء الله شكرا لك سيدتي سيدتي احكي لي على تحضيراتكم أو نشاطاتكم خلال الشهر خلال عيد الأضحى المبارك عندنا نشاطات عندنا إن شاء الله الدوزيام جور تاع العيد ندو دراري نروحوا كاع القادة دراري صغار ندوهم إن شاء الله عندنا زيارة للمستشفيات بالمشاركة مع الأم تاع دائرة باب الواد وعندنا أنشطة واحدة أخرى إن شاء الله حين نقدموها شكرا لك سيدتي اذا متواجده معايا المشطه دي لا صحه عيدك سيدتي صحه عيدك مرحبا بك يعطيك الصحه صحه عيدكم كامل الامه الاسلاميه وصحه عيدك انت دارين ميرسي شكرا لك سيدتي متواجده معايا السيده خليني نسميك سيده البقالات وباحثه في التراث الجزائري سيدتي صحه عيدك ومرحبا بك صحة عيدك نريمان كل عام وانتم بخير مع هذه البراعم اليوم راح نديرهم الحنة بهذه المناسبة السعيدة عيد الأضحى المبارك وأشكر كنا تكلمنا في الكواليس أنا والسيدة ديلا وعجبني يعني الديكور الملائكة الغويال اللي نقولوا الديكور بتاع النحاس وهذاك غويال يعطيك الصحة ونشكرك على هذا مجيئك اليوم اللي راكي تعاونيني في الحنة تاع الدراري مس الخير عليكم ويا ناس الحارة ويا ناس الحارة انتوما شرفة حرار وبنتنا نوارة جينا من الأرض البعيدة ومشينا وعينا ومشينا وعينا جينا للشجرة الحلوة لقبنا ودينا محمد محمد وصلوا يا لما عليه وصلوا يا لما عليه سيدنا وحبيبنا ويربح من صلى عليه وليدي قاعد عالم خدا والقعدة واتاتو والقعدة واتاتو باباك يسبع واللبة اللي رباتو صلوا صلوا عنبي وزيدوا على الرحماني وزيدوا على الرحمن لما صلى عنبي ويسمى شاقي يسلم هاد الأحباب ونرد مكافاتهم ونرد مكافاتهم اللي فرحوا لي الولدي عقب لوليداتكم جزنا على ديك البحيرة وعجبني في قوسها وعجبني في قوسها هادي زوجتك يا وليدي زين بلا حرقوسها هيا جيلا
تعيشي. شكرا زميلتي دانيا، وشكرا اللي كانوا يديروا في الحنة ولها الدراري صغار واللي كشافة، يعني قدماء الكشافة اللي جابونا الأطفال صغار الكتاكيت اللي كانوا حاضرين معنا في أمسية وسهرة العيد. نقولهم بارك الله فيكم وتقبل الله منا ومنكم وصحة عيدكم. دادي الحنة شوية تحبها ما تحبهاش؟ ندير الحنة والله غندير أنا كل عام يماك شغل أوبليغات أنا والله غير يشيفوها اليوم ما نحبهاش يا خوتي. كاين اللي ما يحملهاش وكاين اللي أنا ندير الحنة ماشي العادة تاع الحنة بدات تنقص. بون لو يدوك يديروها للكبش هنايا زعما ونديروها لهنا ويكلوا له حلوة سميد باش يتبعهم. شوف ما عادل هو كبابشي عادل عادل انت اللي شريت الكبش هذا هذا يشريك باش تاع ما شريش لا انا باش نتفاهموا هذه يعني يدير البيب هو انا واحد اختار هذاك البيبليسيتي شوف يا كبش هذيك كبش هذا ما كان وحنا عندنا شويه جلال وكل حاجه ثم نخليه وشاك كل عام يجيب لنا زوج صغار هذوك الصغار يكبروا في العيد نذبحوهم هذا ما كان هذا ما كان وانت تشري اسلام بيان سور كي يكونوا نشري وكي ما نكونوش ما نشريش ويشريوا الاهل والشيخ يشري ويا رايحه يا خويا والله لازم لازم ريحه العيدوره والله غير حلات القصره بصح الوقت شويه انتما عاد بركه في القليل انتما داونا كاع عاد اليوم دادي ربي يخليك شكرا لك صحه عيدك مره اخرى شرفتنا بحضورك نخلي لك الكلمه الاخيره تفضل واكيد كي تقول الكلمه الاخيره كاش مشاريع لك والعادل اكيد ماذا بينا نعرفوا مشاريعكم مشاريع نخليهم العادل ولا بال تهاني نقول صحه عيدكم لافامي لافامي تاعي لافامي قيس بالاهل الزاد كما يقولوا لا فامي تاعي تاع الزوجه تاعي لا فامي بالاخضر وليدي صغير بهدي وهذا ما كان وباباك وبابا ونونو يا نونو فوالا تفضل هذا وصحه عيدكم كاع ايتيك سيرتو لا فامي تاعي لا فامي جغلاف لا فامي فرحات سيرتو الام تاعي وكاع تسمى خالاتي اللي رباوني الامهات تاعي كاع ايتيك باش ما نساهمش حتى وحده ما تزعف عليا ولا ولاد حومتي باب الواد نوتردام كاع لي زارتيس كاع لي يعرفوني باش حتى واحد ما يزعف على المشاريع ان شاء الله راح كنا راح نديروا حاجه سبيسيالمون تاع العيد مي نظرا على الظروف الضيقه خاش خرجنا مشروع تاع اونيلا مع زنقا ومحمي لانو تسمى شفناها بلي تمشي ما حبيناش نكسروا هذاك لو بوز هذاك حبينا ما خليناش يروح هكاك جاتني دي حاجه واحده اخرى راح نديروها ان شاء الله لا سيمان بروشان حاجه شابه بزاف وكانت عندنا بروغرام مع اسلام وريم غزالي تاع سيزون 2 تاع بوغرون وان شاء الله كاين مفاجات ان شاء الله جديده ان شاء الله شكرا لك ادم بارك الله فيك صحه عيدك مره اخرى تفضل اسلام الو صحه عيد الامه العربيه صحه عيد مولين صحابي لا فامي قيس ولا فامي جغلاف وما ينساوني على خاطر ولا فامي مختاري وابراهيمي وبناتي وكيما نقولوا كاع ولاد رويسو ولا فامي كادي ولا فامي كنطاش ويماك سلم عليها خويا ودارين ودار العجزة يا يما صحة عيدك رانا هنا ولادك وليتاما وليمراد المرضى هذاك صحة عيدكم وراكم في قلوبنا وهاي ليك سورتو انتوما صحة عيدكم دار العجزة دار المسنين والله غير صحة عيدكم وماما نجو ليكم ونجو ان شاء الله ليكم يما صحه عيدك شكرا اسلام شكرا مشاهدينا في هذه الامسيه والسهره الطيبه اللي سهرت العيد انا بدوري بلا ما انسى تاني كانت لازم نقول لفاميلتي خويا ما قلتش مصباح انت معنا الاخر مازال ما قلتش الام العزيزه نقولها ربي يحفظك لينا صحه عيدك كل عام انت بخير اخي نزيم كل عائله كنطاش وبريكي كل عائله سعداوي كل عائله زوبيري كامل لافامي كنطاش كاع اللي يعرفوني كامل الناس الزملاء كل الناس اللي تابعوني عبر مواقع التواصل الاجتماعي كل الفريق التقني المخرج طاكفا كل المصورين رشيد صنور مولود كل المصورين لا غالب دوك ننساكم كاين اللي يقول لي من بعد وعلاش وعلاش سمحوا لي يا خوتي المركبين ثاني اللي يركبوا في هذه الحصه اللي عاونونا في كل هذا الشيء فندق لا فيلا بسيدي يحيى يعطيه الصحه على هذه القاعده الجميله حلويات امين دار البهجه ايضا ديكور دي لا لابيوز ملابس وليد كل عمر قناه النهار من الفها الى ياءها تحيه ايضا صحه عيد كل من المدير العام والمديره وكل العاملين بقناه النهار صحه عيد كل المشرفين على هذه الحصة.
الحصه كل من اعد الحصه رابح علا واسلام مامي ودنيا ادير عائشه بوزمارن وكل الفريق التقني والصحفيين بلال قرباج ايضا ان شاء الله كل ما نسيت حتى واحد مراد اللي راهو امور الكاميرا ما نساوهش ثانيك مراد دشراوي وحبيبنا مليك نقول لكم صحه عيدكم وكل عام وانتم بالف خير كانت امسيه طيبه انا نقول لكم الناس اللي بيناتهم عداوه يروحوا يتصالحوا اكيد باسكو الصلح حاجه مليحه الناس المرضى كل من هم في دور العجزه الايتام بصحه عيدكم ما نساوش ايضا كل من هم في سلك الامن والدوله نقول لهم صحه عيدكم العسكر كامل الناس في الحمايه المدنيه تقبل الله منا ومنكم وغفر الله لنا ولكم سائر الاعمال الى هنا نكون الحقنا لنهايه حلقه اليوم ان شاء الله نكون خفف عليكم الى مواعيد اخرى باذن الله ان شاء الله نكون يعني جلسه تجري تهلاو في ارواحكم الى عدد اعداد مقبله ان شاء الله.